أهلا بكم إلى هذا القسم الحواري من بيروت اليوم، وفيه أستضيف وأحاور رجل يملك الكثير من المعلومات وكواليس مجلس النواب وبطبيعة الحال قانون الانتخاب، ولكن الإطلالات خفيفة أو ضئيلة، ومن حظنا أنه معنا اليوم أستاذ روبير غانم. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. بداية وقفة مع أبرز ملفات بيروت اليوم. الأسبوع الطالع حاسم لعمل اللجنة الفرعية، فهل ستنتهي بإيجاد بديل عن المشروع الأرثوذكسي أم ستذهب إلى الهيئة العامة للتصويت؟ هل سينجح الرئيس بري بإنضاج صيغة مركبة لمشروع توافقي يحظى برضا القوى السياسية، أم نحن بانتظار إملاءات خارجية؟ أستاذ روبير، يوم غد تستأنف اللجنة المولجة بحث قانون الانتخاب اجتماعاتها، هل يوم غد قبل الظهر هو الاجتماع الأخير لهذه اللجنة؟ لا إطلاقا، نحن مقررين أنه نجتمع اعتبارا من بكرة منكمل. الموضوع ليش تأخرنا أو عطينا مجال؟ عطينا مجال لسببين بسيطين. السبب الأول، في عنا زملاء نازلين بالأوتيل وعندهم أشغالهم برا، صحيح، وما عم بيقدروا يطلعوا وينزلوا بسهولة، لذلك قلنا نحن مشان يرتاحوا شوي وياخدوا هوا نقي وبركي أفكار جديدة، قلنا نحن نعطيهم جمعة خميس جمعة سبت أحد، والتنين نرجع منستأنف جلساتنا، ومن جهة تانية بيعملوا اتصالاتهم كمان. هل عدد من هالنواب كان صرح آخر يوم بمجلس النواب انه في مهله زمنيه محدده وهي مطلع الاسبوع المقبل؟ شو يعني مطلع الاسبوع؟ لا، مطلع الاسبوع نحن قايلين انه ما بدنا اذا لقينا انه كل الابواب مسكره ما بدنا نضل نماطل وندور حول امور ما راح يطلع منها ناتج. لذلك حطينا نحن حد، وهذا الحد يمكن انه من هلا لنهار الخميس الجاي بتبين الإشارات. نحن ما عنا مهلة مسكتة، يعني ما في مهلة إسقاط. ليش؟ لأنه إذا في نوايا طيبة وإذا في إرادة للتوصل إلى حلول أو جامع مشترك كان به ولو بقينا يوم ويومين زيادة. أما إذا ما في إلا نحن ليش نكمل ونضل ندور بحلقة في تبين أنه في نوايا طيبة ولا لا؟ هلا هاي بنعرفها بكرة إن الله راد. تنين لا نوايا طيبة، خليني أقول لك شغلي بدي أقولها بكل صراحة قدام كل الناس. تفضل، بدنا الصراحة. إيه، أنا بقدر أقول أنه الحوار كان صريح ضمن اللجنة. اجتماع اللجنة بحد ذاته هو إنجاز فعلا، وهو يعني هالانقسام العمودي يلي موجود بالبلد في شيء خرقه، خليني اقول ولو شيء بسيط، وهو هاللقاء يلي انعمل من اجل قانون الانتخاب. هلا بحكي عن موضوع انه هل قانون الانتخاب رح يحل الازمه ام لا؟ طبعا هذا موضوع تاني، بس انه كان الحوار صريح، كان الحوار جريء، كان الحوار عميق معمق. يعني فتنا على جوهر كل مشاكل وهواجس اللي موجودين على الطاولة، وكان الحوار بشكل أو بآخر نوعا ما موضوعي ومتجرد. طب في تنازلات من الأطراف، وشو وصلت؟ شو حققت هاللجنة لغاية اليوم؟ اللي حققته أولا أنها اجتمعت وتبادلت الآراء وطرحت كل الأفكار اللي ممكن يكون فيها تقارب. أوكي. يعني شو هو مرفوض بالمطلق وشو هو مش مرفوض بالمطلق من جهة، ومن جهة تانية عطينا مجال للتشاور لأنه كل واحد بده يتشاور مع كتلته، والعودة بهذا يعني هذه الجملة من الأفكار يلي ممكن تشكل، خليني أقول، جامع أو أرضية مشتركة نطلع منها بشيء. كتير في أفكار الحقيقة بموضوع قانون الانتخاب، كتير في أفكار، لكن الشيء اللي انطرح مؤخرا وما سمي اللقاء الأرثوذكسي بذكرني بقصة اللي كنا عشناها من فترة، وهي ملف اللي كانوا بدون يحولوه على المجلس الشهود الزور على المجلس العدلي. هذا عشنا فترة ما في غير شهود الزور. شهود الزور، قصة لبنان وقفت على شهود الزور.
اليوم عم نعيش فترة أنه اللقاء الأرثوذكسي كأنه اللقاء الأرثوذكسي مع احترامي لقانون الانتخاب أيا كان. نعم. وأنا بعتبر أنه قانون الانتخاب هو المدخل ولكن ليس الحل. نحن بأزمات، نحن طلعنا من أزمة هوية وفتنا بأزمة حكم وفتنا بأزمة مؤسسات وأزمة ثقة وأزمة نظام، وهلأ نحن بأزمة وطنية. هاي الأزمة الوطنية مش قانون انتخاب بحلها، هاي أزمة وطنية بدها معالجة على مستوى الوطن، على مستوى كل الوطن، يكون في مسلمات نتفق عليها، ثوابت وطنية نتفق عليها. هذا الشيء اللي مش موجود. يعني اللي بدي أقوله، عم نلهي الناس بقانون أو آخر، لقاء أرثوذكسي أو غيره، لكن لازم يعرفوا العالم أنه مش هذا رح يحل أزمتهم. لأنه هنرجع، بدي أفترض صار اللقاء الأرثوذكسي أو صار أي قانون، وإجا 55 و60 نائب مسيحي جابوهن المسيحيين، عم بحكي عن المسيحيين، أنا ماروني ومسيحي. نعم. عال هال 55 أو 60 نائب أو 65 أو 64 نائب اللي بيطلعوا لنا وجابوهن المسيحيين، أو شو رح يعملوا مجلس النواب؟ ما هو بدهن يرجعوا، لا كل واحد بده يرجع لكتلته لحليفه، وبالنتيجة إذا بقي الانقسام العمودي بقينا بزيت الوضعية ورجعنا لقصة مثلا حكومة وحدة وطنية وحكومة اتحاد وحكومة توافق، وهذا ما بيعمل شيء إلا إذا وافق هالطرف وإلى ما هنالك. يعني جوهر المشكل ما منحله. شو عم نعمل هنا؟ عم نحل الكشور. برأيك لازم ينحل جوهر المشكلة وبعدين دراسة قانون انتخاب أنا طرحت باللجان المشتركة بأول لجان المشتركة أنه لا يمكن لمجلس نواب قبل 6 أشهر أنه يطلع بقانون عادل ويتضمن صحة تمثيل لكل الأطراف وبما فيها طبعا التمثيل المسيحي، لأنه مثل ما بنعرف كل فريق بده يشد على ميلته وكل نائب بده يشد على ميلته، وهذا شيء إنساني وطبيعي. أنا اقترحت أنه خلي مجلس النواب هذا يلي ما قادر يطلع بقانون بهالمهلة القصيرة، وكان مفروض بالحكومة ترسل القانون بأول 3 أشهر من تشكيلها. نعم. وهذا الشيء ما صار. فمفروض كان بمجلس النواب لو فعلا بدنا نعمل قانون انتخابي يتضمن عدة أمور قد تكون بداية الحل لأزمتنا الوطنية، كان مفروض نعمل، وهذا اقترحته، نعمل قانون يطبق بال 2017 لكن بيكون متضمن بالوقت ذاته لا مركزية إدارية، يعني بيطلعوا سوا من مجلس نواب، لا مركزية إدارية، مجلس شيوخ والبطاقة التي تسمح للناخب أين كان أن ينتخب حيث هو، بدون ما إذا المقيم برا ما في حاجة يروح من محل لمحل بالطيارة تينتخب، والمقيم بلبنان كذلك الأمر، وهي بتهون كتير الأمور. طبعا هلأ بتقليلي شو القانون اللي بنمشي عليه؟ بيتزبط القانون الموجود هلأ حاليا بشكل يرضي المسيحيين بالدرجة الأولى ولا يضر بسائر المكونات في المجتمع اللبناني، وساعتها هالمجلس الجديد، لأنه أنا بكون عم بعمل قانون مش رح يطبق علي، بده يطبق على مجلس جديد. هالمجلس الجديد اللي بده يجي بال 2017 بيكون على قليلة في لا مركزية إدارية، في مجلس شيوخ، كون حلينا نوعا ما أو بدأنا بحل الأزمة الوطنية اللي عم نعيشها. أنا ما بدي أنطر شو بيقول لي الفرنساوي، مع احترامي للفرنساوي أو الأمريكاني أو الإيراني أو السوري، شو بدي أعمل ببلدي؟ أنا لازم أعرف إنه هذا بلدي، بعرف مصلحتي ومصلحة ناسي ومصلحة مجتمعي ومصلحة وطني أكثر من أي شخص آخر. أستاذ روبير، خلينا نرجع لأعمال اللجنة. هل فعلاً الطرح الأرثوذكسي لغاية اليوم هو نال أكثرية أعضاء اللجنة، بالتالي أكثرية المجلس النيابي مثل ما عم بيسموا؟ يعني ما في شك انه اذا انطرح هذا الموضوع وكانت المجموعات اللي ايدته عن قناعه او عن غير قناعه، هذا موضوع ثاني، اكيد بياخذ ممكن ياخذ اكثريه. اخذ باللجنه المصغره، نحن ما عم نحكي كنا باكثريه، نحن كنا عم نحكي بتوافق حول
أمور معينة قد تكون جزء من قانون، قد تكون أرضية مشتركة إلى ما هنالك. لكن إذا بدي أحكي بأنه أكثرية وأقلية، إيه طبعا هذا القانون الأرثوذكسي نال أكثرية في الكتل، لكن كان معارض بشكل أساسي من كتل أيضا لها وزن على الساحة اللبنانية، وهي كتل ميثاقية. نعم. خليني سميها هيك. طيب أستاذ روبرت، على أساس اجتمعتوا تناقشوا هالموضوع، لما مرق الأرثوذكسي أو خلصتوا النقاش وجاب 6 من 8، فعلا كان في معارضة، ولكن بدأتم أيضا بمناقشة طروحات أخرى. هلأ آخر جلسة كنت 6 من 10. 6 من 10 ممكن هيك. أوكي، هلأ عم تناقشوا المزج أو 9، لأنه أنا ما بصوت. ليه ما بتصوت؟ ما أنا باللجنة، رئيس اللجنة. زمط من تصويتك، ما بتصوت وجهك مع لا حدا. لا لا، عطيت رأيي باللقاء الأرثوذكسي شو حد عطينا رأيك؟ ايه؟ بكل شيء. لا أنا أنت ضده؟ أي طبعا، وأنا قلت أكتر من هيك، أنا قلت إذا في لقاء أرثوذكسي أنا ما بترشح على الانتخابات. أي طبعا. طبعًا. يعني عم نلاحظ انه رجال القانون مثل حضرتك استاذ بطرس حرب، طبعا في غير، بس يعني رافضين هيدا. اعذرني على السؤال، هل لانه في خوف انه ما تطلعوا نواب لانه لا الاحزاب راح تقش؟ لا بالعكس، لا بالعكس، يعني لانه يعتمد النسبيه تحديدا. أنا لا بالعكس، لانه نحن اللي معروفين نوعا ما على الساحه الوطنيه قلنا امل اكثر من غيرنا بالنتيجه، يعني بأي تشكيل بدها تجي. لكن مش هذا الموضوع، هذا موضوع يخالف الدستور. نحن مبرر لبنان، وجود لبنان هو العيش المشترك، هو التعددية. نحن هذا موضوع الأرثوذكسي برأيي أنا يخالف بالشكل الدستور وبالجوهر الدستور. بالشكل عم بيحكي الدستور، بيحكي لنا عن نسب معينة، نسبية بين المسيحيين ونسبية بين المناطق، بين كل طائفة وبين المناطق. مناصفة نسبية ونسبية بين المناطق. بهذا الموضوع طارت المناطق، يعني بنكون بالشكل عم نخالف الدستور. بشكل أساسي ببعد في تمثيل للمناطق، بصير في تمثيل لفرد بكل لبنان. هاي من جهة. جهة تانية بالجوهر مثل ما قلت، يعني يناقض العيش المشترك يلي راحوا على الطائف وبعد 200,000 قتيل وعملوا الطائف وخلقوه وما طبقناه لسوء الحظ لأسباب كلنا بنعرفها. بس هذا الطائف فيه إصلاحات معينة ما أمنا فيها، مثل ما عم بقول أنا اللامركزية ومجلس شيوخ وغيره ما عملناها. ليش؟ لأنه كان في ظروف استثنائية وقتها فرضت أمور معينة. بس هذا لا يعني بأنه ما منكون عم ندفن الطائف بمشروع اللقاء الأرثوذكسي، منكون عم ندفن الطائف نهائيا. نحن مع تطبيق الطائف بالأول، ومن ثم البدء بتعديله ليتناسب مع التطور. اللي عم يطالب أو مصر على الأرثوذكسي بيقول لك خلينا نجيب المسيحيين يجيبوا نوابهم، وبيضل في تعايش بيننا وبين المسلمين، يعني صحيح. هيدا التبرير تبعهم. دي أسأل السؤال أنا، معلش أنا مش عم يعني ما عم دافع، لأنه أنا عم دافع. أنا يعني عشت الفترات كلها، كنت صغير وقت 58 عشتها. كان بيتنا على نص الطريق بين الشرقية والغربية، عشتها كلها وما بعد 58 و69 و73 و75. مشكلتنا بهالبلد انه نحن منصدق شو حلول سحرية بدها تجينا من هون ومن هون، انه هذا اللقاء الأرثوذكسي راح يحل. يا خيي، رئيس جمهورية قبل الطائف كان يملك كل الصلاحيات كلها، وهو قائد الأعلى للجيش، هو القائد الأعلى للجيش، يسمي رئيس الحكومة ويسمي الوزراء وبقيلهم وبحل مجلس النواب. طيب كل هالصلاحيات بإيد رئيس جمهورية الماروني المسيحي، مش هيك؟ شو قدر حمي للمسيحيين؟ شو قدر عمل لهم؟ بال 58 شو قدر عمل لهم؟ بال 69 شو قدر عمل لهم؟ وما يليها؟ ما قدروا عملوا شيء. ليش؟ لأنه هذا البلد مركب هيك، ما في إلا عيش وتوافق. فالتوافق ما في يروح فيه أنا بزواريب الماروني، لأنه بكرة بصفي الموارنة بيعلقوا مع بعضهم ضمن الماروني،
والكتلوكي بيعلقوا مع بعضهم أكثر ما هن علقانين، يعني موارني وكويتلي ودروز وغيره إلى آخر. يعني ننقل الصراع من صراع على مستوى وطن أو صراع على مستوى قيم أو صراع على مستوى مبادئ إلى صراع على مستوى مذهبي، وهذا شيء خطير وخطير جدا برأيي للبنان، لأنه ما بيعود في لبنان مبرر وجود لبنان بينتهي، نخلق لبنان تاني بجوز. طيب ماذا تقول للي بيقولوا انه بالهيدا الطرح، هيدا الطرح الوحيد اللي فينا كمسيحيين نجيب 64 نائب مسيحي وما في طرح بديل بيجيب 64 نائب مسيحي؟ ما فرقه معي بيجيب 64 او 60، اللي عم بقوله انا في شيء اهم واعمى يعني. لا لا طبعا، اي قانون لو جاب 100% ما رح يحل الازمه، نحن بازمه وطنيه تتطلب غير حل. طبعا قانون الانتخاب هو خليني اقول مرحله من هذه المراحل، بس يجب ان يكون متزامنا مع اللامركزيه الاداريه اللي بتحفظ لي وحده لبنان، بيكون كل قضاء عايش مثل ما هو بده مثل ما بيريد، منمنع الفساد لانه بصفي المساءله والمحاسبه ضمن القضاء، بدير القضاء مجلس منتخب من القضاء الى ما هنالك، منكون عم نحلحل انمائيا اقتصاديا اجتماعيا سياسيا، عم نحلحل مشاكلنا، وبذلك منكون مثل ما صار بايطاليا. ايطاليا كانوا ولايات مقسمه، عملوا فيدراليه، جمعوا حالهم. نحن ما بدنا نوصل لهون، بس عم نقول انه اللامركزيه بتكون احد الحلول اللي بترجع بتجمع اللبنانيين. هاي من جهه. من جهه تانية مجلس الشيوخ، بعمل مجلس شيوخ، هذا اللقاء الارثوذكسي بيسوى لمجلس شيوخ، نعمل مجلس شيوخ، وهذا المجلس الشيوخ نعطيه صلاحيات بشكل انها تضمن كل ما هو يخلق هواجس عند الطوائف اللبنانية بصلاحياته. نعم. وبتشكيلته طبعا، لانه هون الطوائف بتنتخبه والمذاهب بتنتخبه. صحيح. وبالتالي بيكون عنده صلاحيات تؤمن انه هذه الهواجس ما عادت موجودة، بالتالي منكون ريحنا البلد وممكن ننتقل معها متزامنا إلى قانون عصري للانتخابات. ساعتها بصير فيك تعملي قانون ما يعود المسيحي يقول أنا والله معدت ممثل وممثل وكذا، أنت ممثل بمجلس الشيوخ، مجلس الشيوخ حفظ لك حقوقك، وبالتالي خلي مجلس نواب مثل ما بدهم الشباب اليوم. الشباب والشابات اليوم في هوة كبيرة بين الفئه الحاكمه او المسؤوله في لبنان والزعماء وبين الشباب. لسوء الحظ انه ما عم بينعطى لهالشباب والشابات مثل ما بيقولوا وسائل للتعبير او للمطالبه او للضغط كافيه، عم بيقوموا بواجباتهم. بس مثل ما صار امبارح، يعني هالزواج المدني اللي صار امبارح، طيب هاي شغله حلوه كتير وخطوه اولى. ما زال فتحت هيك، رح نفتح بارانتيز، بتأيدها رئيس الجمهورية؟ أنا بأيدها. إيه طبعا أنا بأيدها من الأول، أنا من زمان وجيب مجلس النواب يعني مسجل، مش عم بحكي الكلام. أنا أيدت الزواج المدني من زمان. برأيك هل الترحيب هيدا من رئيس الجمهورية ومن حضرتك ويمكن كتار غيره، مع أنه ما سمعنا كتير أصوات، والخطوة طالما صارت بعد الناطرين بس توقيع وزير الداخلية، هل رح تفتح الباب فعلا أمام زواج مدني بلبنان؟ خطوة أولى ويجب، لأنه كيف فسر للناس أنه أنا إذا رحت على قبرص بيتسجل زواجي المدني بلبنان، وإذا عملت زواج مدني بلبنان ما بيتسجل. هي كانت يعني مرفوضة أستاذ روبير من رجال الدين ولا من مين؟ هي من رجال الدين طبعا. هي كانت مرفوضة من رجال الدين، وبنتذكر وقت مجلس وزراء أيامات الرئيس الهراوي يعني كان في فريق معين رافض، وهو طبعا كان رئيس الحكومة بوقتها رفضها لأسباب ضغوط رفيق الحريري. ايه جدته ضغوط طبعا من رجال الدين انه لا ما بنمشي فيها. هلا عمليا طلع المجتمع بين انه اقوى بهالظرف وحصلت. ايه هلا برافو، انا مع هالفكرة هاي، وان شاء الله انه تكون خطوة اولى في مثل ما بيقولوا اراحة الناس، ما نريح الناس. طلعوا الناس ما بقى عم يتكلوا على النواب وعلى مجالس وزراء، صاروا بس يلاقوا الحل بحالهم عم يتصرفوا. وهذا هيك، وهذا شيء مثل ما عم بقلك في هو بين الحكام والمسؤولين وبين الشباب والشابات اليوم،
في هو بالتفكير، في هو بالأسلوب. أستاذ روبير، مثلا إذا بدي أخذ قانون الانتخاب طرح الأرثوذكسي، يعني لنأخذ عند المسيحيين العماد عون أو تيار الوطن الحر مأيدوا القوات اللبنانية الكتائب، وعندهم شريحة كبيرة من العالم وحتى جمهورهم يعني مقتنع، وكأنه هل هو اقتناع لأنه القادة تبعهم قالوا مقتنعين، ولا فعلا الجمهور مقتنع، ولا منهم فهمانين شو يعني التعايش والعيش المشترك بلبنان؟ أولا ما عندهم التجربة، نمر واحد. نمر اثنين، أنا بديل ما أسأل إذا الجمهور مقتنع بدي أسأل إذا هالقادة مقتنعين بهذا القانون بهذا الطرح. أنا مني واثق أنه يلي طرحوه ومتمسكين فيه هني كتير مقتنعين بأنه هذا بيت الخلاص أو أنه هذا بحل مشاكل في لبنان. مناورة أستاذ روبير من بعض الأطراف؟ أنا بعتقد كان في مناورة بالأساس وهالمناورة نجحت بأنه لمت عليها مثل القصة تشهود الزور، لمت هالمجتمع المسيحي. بس جديين اللي عم بيناوروا ولا انه لا تيحصلوا اكثر من حلفائهم ماشيين للاخر؟ انا اتمنى انه يكون هذا نوع من رفع السقف للقول بانه في غبن لحق بالمسيحيين صحيح، وهذا الغبن يجب ان يعوض، اذا مش بقانون مثل هالقانون هذا، وان شاء الله لانه ما يكون بهالقانون هذا، بيكون بقانون يرجع يعطي حق للمسيحي يكون له مشاركة فعلية. نحن شركاء في هذا الوطن اليوم، مثل ما قلت في أزمة وطنية، أزمة وطنية ما خلقها قانون الانتخاب ولا سببها قوانين الانتخابات كلها، لأنه هذا القانون يلي نحن فيه اليوم ما هذا أجا من الدوحة بوقتها، يعني جاب أكبر كتلة لكتلة التغيير والإصلاح، صحيح أكبر كتلة جيبة، وما منها المسيحيين تحديدا. طيب هالمبادئ اللي مشوا عليها بسنة 68 تسعة و 90 2008 2009، هالمبادئ يلي أدت إلى صياغة هذا القانون ورحبوا فيها ومشوا فيها ويا لطيف، شو تغير فيها اليوم؟ ما هي المبادئ زيتها بعد. ليش قبلنا بال 2008 واليوم بطل يسوى هذا ويا لطيف رفعنا الصوت وكذا؟ برجع بقول ليس قانون الانتخاب هو الحل لمشكلة لبنان وأزمة لبنان. إذا فعلا جديين، وطبعا يمكن الظروف اليوم الإقليمية لا تسمح لأنه نفوت بمعالجة جذرية، لذلك نحن نخترع هالشغلة منلهي الناس فيها ونرجع نخترع شغلة تانية إلى ما هنالك، يعني عملية تمرير الوقت أقل ضرر ممكن، ممكن تكون هايدي كمان. طيب تمرير الوقت تيوصلوا لوين؟ أنا بس قبل ما أختم باللقاء الأرثوذكسي، بالجلسة الأخيرة انحكى بمجلس النواب لما صرحوا السادة النواب أنه انطرحت فكرة تطبيق اللقاء الأرثوذكسي أو طرح الأرثوذكسي، بس لكن مش على النسبية على الأكثري. هون يلي كانوا معارضوا تيار المستقبل رضي فيه وتحدث دكتور أحمد فتفت، فالبعض اتهموه انه انت عمليا منك ضد الطائفية، انت اليوم عمليا ضد النسبية، واليوم سامي جميل نائب سامي جميل بيقول انه حزب الله رفض فكرة تطبيق الاكثري وبده النسبة، يعني فعلا بده النسبية ومش الحفاظ على حقوق المسيحيين. فشو هالديباجة هاي؟ يعني طلع كله عم يعني يناور، تم اقول اللي يكذب على كله، يعني عم يضحكوا على بعض. ما بدنا نقول يكذب، كل واحد عنده مصالحه. وليش قلت انا انه باخر 6-7 اشهر ما بيقدر مجلس نواب مهما كان انه يعمل قانون عادل ويأمن التمثيل الصحيح؟ ولا يمكن. خلينا نكون واقعيين، ونحن بشر بالنتيجة. لذلك ما فيي انا اقول انه اليوم بقدر لاقي مثل ما بيقولوا مبادرات. نحن وجباتنا كلجنة ان نشوف اذا في ارضية مشتركة ممكن نطلع منها ونتفق على تكون صالحة لقانون انتخاب. انا ما رح اعمل قانون انتخاب، يعني باللجنة مش مكلفة تعمل قانون انتخاب، مكلفة ان تلاقي بين الاكثري والنسبة والوان مان وان فوت، وبين اللقاء الأرثوذكسي وبين تأمين المسيحيين وتأمين الأقليات، كل هالمشاكل هاي نلاقي شيء ممكن يناسب ويصلح أنه يندرس باللجان المشتركة ليصلح يصبح قانون انتخاب. اليوم عمليا اللجنة بلشت تدرس بين الأكثري والنسبة، أنه هذا إعلان عن سقوط الطرح الأرثوذكسي يعني؟ قد يكون إعلان مش عن سقوط، خلينا نقول إنه حطيناه على جنب. هلا نحط على جنب أوكي. للتفتيش على شيء
بديل ممكن يؤدي إلى إرضاء أو تمثيل صحيح للمسيحيين بالدرجة الأولى دون أن يكون مجحفا بحق أي طرف من الأطراف الآخرين مذاهب وطوائف وإلى ما هنالك. من هالمنطلق بقول أنه نحن منا مكلفين نطلع بقانون، نحن مكلفين نطلع بأفكار تكون مقبولة، أرضية مشتركة تصلح أن تكون يعني أساس لقانون انتخابي جديد بيرضي عنه المجتمع اللبناني بمعظم. ماذا يعني أستاذ روبير أنه كمان الرئيس نبيه بري يباشر مروحة اتصالات وكمان يفتش عن مخرج؟ أنه يعني سألنا هالسؤال بس كنا مجنوب أنه لشو بعدكم عم تعذبوا قلبكم تجتمعوا لما صارت بعين التين القصص عند الرئيس نبيه بري؟ لا، الرئيس بري بده يساعد طبعا، الرئيس بري مش يعني مش جديد عليه بالنتيجة. وإذا بنرجع لكم سنة لورا بتلاقي أنه عندما تشتد الأزمات كان دايما الرئيس بري يأخذ مبادرة ومبادرة تنجح مثل أول من دعا هو لطاولة الحوار وقتها وفر على البلد يمكن مشاكل كتيرة. هو صاحب مبادرات دايما وهو بإمكانه أنه أن يتواصل مع الجميع وهذا شيء مهم. رئيس بري قادر اليوم يحكي مع كل الناس بحكم خليني أقول مش لأنه رئيس مجلس نواب بس لأنه هو دايما كان طرف يحاور وطرف يتبادل الرأي مع الآخر وهذا شيء مهم وهذا شيء اللي بدنا إياه نحن بالبلد. نحن اليوم برجع بقولها بعبارة أخرى، نحن اليوم في أزمة وطنية، أزمة خروقات جاية ورتنا أزمات كتيرة. اليوم صفينا بأزمة وطنية وهي خروقات الدستور، خروقات بالمساواة، خروقات بالعدالة، خروقات بالاقتصاد، خروقات بالأمن إلى ما هنالك. هاي الشراكة يبدأ تكون شراكة على مستوى أنا شريكي بلبنان، يبدأ يكون شريك بحقوق وواجبات هي متساوية للكل. طبعا ما فينا نعمل العدل 100% ولكن على الأقل ما يكون فيها الخروقات هاي، وبالتالي يا أما في شيء أساسي جوهري مفقود وهون بيت الأصيل مش قانون الانتخاب. بس من هون لا يزبط هالشيء الجوهري استاذ روبير بيقطع عصور يمكن يعني. لا مش بالضرورة يعني في إذا في نوايا طيبة وإذا في إرادة إن نحن خلينا نقول نطلع من أزمتنا الإقليمية لأنه بالنتيجة ما لازم نخلي الأزمة الإقليمية أكانت سورية أو إيرانية أو مصرية أو تركية أو يلي هو، ما لازم نخلي هذه الأزمة تطغى علينا وتسيرنا وتقلنا شو لازم نعمل. هذا هون أنا عم بقوله مطلوب مبادرة من حزب الله. أي طبعا مبادرة، هذه المبادرة يجب أن تبدأ من حزب الله لأنه أنا كشريك في هذا الوطن واجباتي له للحزب أنك أنت شريك معي. بس الشراكة بدها تكون مثل ما بيقولوا مثل الأسانسور بيطلع وبينزل، مش بيروح بطريق واحد. ما في شراكة تقوم. عم تطلب مبادرة من حزب الله تقوم على ماذا؟ على أنه أنا شريكي قبل كل شيء آخر. أنه أنا لا أتبع لأي. وهلأ الشغلة المنيحة اللي ليش عم بقولها أنه من فترة سنة لليوم تصرف حزب الله يدل على أنه يعي المسؤوليات وهو يمكن بلش يفكر بأنه هذا البلد بلدنا كلنا وهذا البلد ما فينا نعيش فيه وحدنا، لا بيصلح للمسيحي وحده ولا بيصلح للمسلم وحده. إذا ما كان لبنان هو للجميع لا المسيحي ولا المسلم بيقدر يعيش فيه وهذا صح وهذا شيء صحيح وهذا غنى لبنان. لذلك أنا عم بطلب بقول أنه اليوم الحزب هو الحزب الحاكم، هو القوي، هو قوي بسلاحه، قوي بعدده، قوي بإرادته، قوي بقوته خليني أقول الإعلامية كمان لأنه هاي بتأثر كتير. طيب اليوم عم بطلب منه أنه أنا بدي أعرف إذا أنا شريك وأنا مقبول منك إيه أم لا قبل ما بلش فوت بانتخابات
لأنه قانون الانتخاب مثل ما قلت شو رح يحل الأزمة؟ هاي أزمتنا هون، أزمتنا هي في خرق هذه الشراكة الوطنية، هاي الأزمة الوطنية اللي بعتبرها أنا أزمة صحيحة، وبالتالي هاي مفروض تنحل قبل ما فوت بتفاصيل. يعني في طرف شاعر انه حزب الله يمكن اقوى منه او مرتهن بس الخارج اقوى منه او يمكن يعني يعمل وفق املاءات الخارج، لذلك تطلبون ضمانات. هيدي وحده. اثنين، ما في عداله. اذا ما في عداله بوطن معناتها في ناس انابل موقوته رح تكون، اكانت شيعيه او سنيه او مسيحيه او غيرها، وهذا شيء انساني خليني اقوله. وبالتالي ليش عم بقول أنا أنه يا حزب الله أنت مطلوب منك تقلي إذا أنا شريكك ومقبول مش مثل ما أنت بدك، مثل ما أنا موجود. نعم. لأنه أنا إذا بدي أقبل بشريكي على طريقتي وعلى سياستي وعلى أهدافي وعلى كذا، لا ما بعود. نحن بدنا نقبل الآخر ونحترمه، ونحن هذه الشراكة نحن متمسكين فيها. وهلأ بدي أرجع أذكرك بكلام قاله ميشيل أبو جودي، وصرت قايلها عدة مرات هالجمعتين الثلاثة، قال وهؤلاء المواطنين للزعم المواطنين اللي عم يعني عم بيتداولوا مشاريع وقوانين وغيرها مثل القانون الأرثوذكسي، قال ميشيل أبو جودي بالستينات، قال كما كان المسيحيون الموارنة أول المطالبين بقيام لبنان يجب أن يبقوا آخر المتمسكين ببقائه. فالموارنة هم أكبر من لبنان الصغير، ولبنان الموارنة هو أكبر من لبنان المسيحي. شو بيعني؟ بيعني أنك أنت يا ماروني إذا ما كنت ماروني بالمشرق العربي وأنت رائد في مارونيتك وفي النهضة العربية وفي التواصل مع العالم العربي، وانت العلم، لانه يتأثر المسيحيون في العالم العربي بالمسيحي في لبنان، ويلي هو رمزه طبعا كان وما زال الماروني. لذلك هذا دورك، مش دورك تتقوقع وتروح تعمل لي قانون مذهبي، الماروني بيصوت للماروني والكتلوكي بيصوت للكتلوكي والمسلم بيصوت للمسلم او السني والشيعي والدرزي والى ما هنالك. سيد روبير، رح كفي الكلام بطبيعة الحال بقانون الانتخاب، ولكن قبل ما أخذ فاصل رح أتقل على صيدة وزميلتنا جوال الزيلي للوقوف على آخر تفاصيل والمعلومات حول الانفجار. جوال، شو؟ نعم، بآخر المعلومات تبلغنا خبر وفاة المواطن اللبناني يحيى الصياد بالانفجار اللي حصل بعد ما كان أصيب بجروح من بعد الانفجار اللي حصل وتم نقله للمستشفى، إذا توفي متأثرا بجروحه. نحن حاليا بسوء الخضار والفاكهة، إذا بالجملة بالحسبة أمام المخمر لإنضاج الموز. رح أترك زميلي جاد بو أنطون يفرجيكم حجم الأضرار هنا بهالمكان. مثل ما شايفين مخمر الموز مؤلف من طابقين. الاحتكاك الكهربائي يلي تسبب بهالانفجار حصل بالطابق الأرضي وأدى إلى تفاعل مادة الكربيور. إذن القوى الأمنية بعد لغاية الساعة عم تقوم بمسح الأضرار وباستكمال التحقيقات. حاليا اذا هناك القوى الامنيه وايضا فرقه طوارئ تابعه للبلديه يلي راح تقوم بازاله الردم من بعد ما تنهي القوى الامنيه التحقيقات ومسح الاضرار. هناك منذكر انه 13 جريح لبنانيه، سامر الزعتري، حسن غدار، نبيل كسرواني، سعد الدين حمود، محمد خليل الحريري، ورضا محمد روميه، عيسى، والمصريون ابراهيم عبد الرازق عثمان اصابته حرجه، احمد فريد، محمد ابو المعاطي، اشرف محمد، والسوري أديب عبد الرحيم عماد، والفلسطيني حسن عبد الله دلاش. إذا كانوا هن متواجدين بهالمكان، هن عمال يعملون هنا، إلى جانب المهندس محمد البابا عضو مجلس بلدية صيدا. إذا شو ممكن تقلنا عن هالأضرار اللي حصلت؟ أول شيء بتوجه بالتعازي للحالة الشاب اللي توفى، لأهله طبعا الله يصبرهم، وكمان نتمنى الشفاء العاجل لكل جميع الجرحى. هلأ نحن فول علمنا بالخبر، تلفلي رئيس البلدية وكلفني توجه للموقع لهم ولا يكون على اطلاع، هو خارج مدينة صيدا. فعلا توجهنا واستنفرنا كل الفرق اللي عنا، ومثل ما شايفين أضرار جسيمة وأضرار، فعلا أضرار جسيمة اللي بشوفها الحدث.
ونحن كمان بنتشكر القوى الأمنية وقوى الإنقاذ اللي قاموا من صليب أحمر لكل الجهات اللي قامت على إنقاذ الجرحى. هلا نحن واجباتنا كبلدية دائما نتابع نرفع الأنقاض ونساعد شو فينا نساعد المواطنين هون. هلا نحن بانتظار القوى الأمنية، يمكن يبدو أنه سمحوا بإزالة الردم واللي بعد ما خلصوا إجراءاتهم، وهذا لكل شيء عندي مبدئيا. كان هناك عدم التزام بشروط السلامة هون؟ ايه، هيدي بدها بحث تاني طبعا. نحن دائما نوجه لهم انذارات، يعني اليوم هلا اذا بتطلعوا لفوق حدا بيشوف بتلاقي في سكر حد مخمر نوز. طبعا المخامر الموز اللي هون موجوده هي منا مرخصه، وبعتقد في عليها اشكالات، في عندهم عده انذارات لها. لهيدي يفترض انه يقوم بالسلامة العامة، بتعرفوا مخمر موز يعني كربير ومواد قابلة للانفجار، وهذا كل الناس تعرفه. فهلا نحن كمان هلا حيصير عندنا اجتماع طارئ بالبلدية ونرجع هذه المواضيع ما حنسكت عنها، لأنه مش أول حاسة بتصير. إذا هيدا كل شيء لغاية الساعة، القوى الأمنية بعدها عم تستكمل التحقيقات ومسح الأضرار، وسوف نوافيكم بأي جديد فور وروده. الزميلة جوال أزيلي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نتوقف مع فاصل إعلاني ونتابع الحوار مع الأستاذ روبير غانم. نتابع الحوار مع الأستاذ روبير غانم. أستاذ روبير، شكلك رحبت بموقف رئيس الجمهورية الذي رفض طرح اللقاء الأرثوذكسي، هو وصفه بغير القانوني، وطلعت صحيح. أصوات كثيرة منتقدة لرئيس الجمهورية وبتقول لا، قانوني وتطبيق القانون منه استنسابية. من أي منطلق تحدث برأيك رئيس الجمهورية، وهل توافق ما قاله بأنه غير قانوني؟ قال غير دستوري، وهذا صحيح. نعم، وهذا صحيح. وأنا حكينا فيها هلأ من وقتها أنه غير دستوري في الشكل وغير دستوري في المضمون. وقلنا نحن انه بالنتيجة الدستور ووثيقة الوفاق الوطني انعملت، وهالمئتين ألف قتيل يلي راحوا بالحروب بالأحداث اللبنانية هاو ما راحوا دعان، وما لازم يروحوا دعان. معاناة الناس ما لازم تروح دعان توصلنا للطائف. نحن عم نقول خلينا نطبق الطائف بالكامل ونشوف عوراته، لأنه ما بيصير ما يكون في عورات. وساعتها من بعد ما نطبقه بالكامل، يعني مع اللامركزية، مع مجلس الشيوخ، مع البطاقة الممغنطة، مع الإنماء المتوازن إلى ما هنالك، ساعتها من نقدر نرجع. وطبعا شو اسمه الجمعية الاقتصادية الاجتماعية، كل هودي مفروض نطبقهم. بس نطبقهم ساعتها منشوف شو عورات هذا الدستور، وبحوار وطني على مستوى رفيع ومسؤول ممكن أن نطور نظامنا. عزيز. لأنه نحن عنا مثل ما قلت أزمات متراكمة، واليوم نعيش أزمة وطنية. طيب، البعض طالب من النواب أعضاء اللجنة للذهاب إلى الهيئة العامة والتصويت. رح أمشي بهالمنطق أنه رحنا على الجلسة العامة وصوتنا، رئيس الجمهورية قال أنه رح يرد. هون بدي منك شرح قانوني لأله وللمشاهدين، أنه رئيس الجمهورية بيقدر يرد، ولكن هو يبدأ التلتين ولا النص زائد واحد؟ لا، مش سؤال. رح يرده. اللي فهمته أنا أنه فخامته بده يبعثه للمجلس الدستوري. بده يعتبر أنه هذا، وهذا حقه. نعم. والدستور عطيه صلاحية وعم بيمارسها فخامته، مارسها مثلا بأحد القوانين يلي ردوا مرة ومرتين على المجلس وصوت عليه المجلس بالأكثرية الموصوفة، ومع ذلك ما مضي طلب من المجلس الدستوري يقول له إذا كان هذا القانون دستوري أم لا. وبالفعل قال له مجلس هو هلا قانون الانتخابات يعني بده نص زائد واحد ولا اكثريه الثلثين؟ لا، نص زائد واحد. نص زائد واحد، يعني رئيس الجمهوريه سيحيله الى المجلس الدستوري. بحيل اذا طلع من مجلس النواب. نعم. اذا وصلنا لهالمرحله طلع وصار قانون، بدل ما يردوا على مجلس النواب سيحيله الى بيعترض عليه، يعني بينقض هذا القانون امام المجلس الدستوري. وهي صلاحيه المجلس الدستوري ان تقول اذا كان هذا القانون دستوريا ام لا. هون عمليا صرنا امام انه لا للطرح الارثوذكسي، صفه واضح، يعني حتى لو بمجلس النواب مرق رئيس الجمهوريه ما راح يمرره. استاذ روبير، شو اللي راح يمرق؟ يعني يعني اليوم في طرح الخمسين دائره، في طرح فؤاد بطرس مع حفظ الالقاب، الوزير ناجي البستاني كان عنده طرح، في طروحات كثيره يعني، وكلها الوزير ناجي البستاني قريت له الطرح تبعه. انا في شيء بالباع الغربي ما عجبني، مش لانه انا من الباع الغربي، بس انه انا ضايعه
يمكن ما بيعرفها أو حدا غشوا فيها. اليوم في ضيعة تبعد نص كيلومتر أو كيلومتر عن صغبين ضيعتي، صحيح، اسمها باب مارع، شايل باب مارع حطتها مع رشاية، لا ما فهم. جب جنين يلي هي مركز القضاء للبقاع الغربي، شايلها حطتها مع رشاية، فكمان ما فهم. يعني في اشياء أبيرانت مثل ما بيقولوا، هل حدا يعني قايل له عنهم هو مش منتبه لهم؟ ما بعرف، بس انه في نواحي كتير بدها اعاده نظر اكيد. طب هل المشاريع اللي عم تتقدم يعني اذا بتكون ترجعوا تدرسوها بدها وقت، ويمكن الوقت صار مداهمنا؟ مش بالضروره، رح اقول لك مثلا احدى الطروحات واللي يعني انا اقترحت كمان باللجنه المصغره وغيري اقترح اشياء كتير، بس انا اللي اقترحته انه خلينا نعمل التاهيل على مستوى المذهب في كل دائره انتخابيه، والانتخاب على مستوى الدائره. شو يعني؟ يعني انا ماروني وفي عندي مرشح ماروني، بينعمل صندوقتين، صندوق للتاهيل وصندوق للفرز. المواطن بياخذوا انفلوبات المواطن، يبقى معروفه بالقيود قديش مواطن كويتلي دروز الى اخره، بيوصل الناخب بياخذ الانفلوب تبعه وعنده اللائحة تبقى من المرشحين، بنقي واحد وبيحطه بهاللائحة إذا كان مقعد أو مقعدين أو حسب، بيحطه وين؟ بالصندوق هذا، وبيرجع بيصوت لللائحة أو للي بيريده من الدائرة بالصندوق الثاني. فيبدأ الفرز بالصندوق الأول، إذا نال المرشح الماروني أو الدرزي نسبة 35 33 34 5، يلي هو نحط نسبة سقف، إذا نال هذه النسبة بيحسبوا له أصواته بالصندوق الاقتراع الثاني يلي هي الدائرة، يلي هي بتشمل بتكون يعني دستورية 100%. هيك منكون إذا بتزبط. يعني أنا عم وسألت طرحت الأسئلة على بعض الاختصاصيين يلي بيشتغلوا بالانتخابات وبيعملوا ستاتيستيك وغيره، على أول وهلة إنه بتنعمل، إنه ممكن، لأنه بدنا نعملها دورة واحدة ما فينا نعملها. هذا السؤال هو إذا ما حدا أخذ هالنسبة 35، الجواب كان إنه الذي يأخذ أكثر. إذا واحد أخذ أكثر من الثاني معناتها ما لازم، لأنه ما فينا نعيد الانتخابات عن جديد، يحسب له في الدائرة في الصندوق الثاني. هيك منكون أمنا الهواجس عند المسيحيين، بأنه كل صار في دراسة هواجس مسيحيين أكثر ما دراسة قوانين انتخاب. صحيح صحيح، ومعك حق، وهذا مؤسف. وصلنا لو ما قلت لك مهم هواجس مسيحيين وكل هواجس الطوائف يعني طبعا. بس إنه ما قلنا نحن هواجس المسيحيين، ولكن ايضا ان لا تكون مشحفه بحق الغير. هون بهالطريقه هاي اذا اتفقنا على دوائر معينه بهالطريقه هاي بيكون امننا هذه الهواجس من جهه، لانه اللي بيجي ومعه 30 35% من التمثيل المذهبي تبعه معناتها هذا اهل انه يكون منتخب من الدائره يلي هي بتشكل مجموعه مختلفه من الطوائف والمذاهب، وهذا شيء بيكون يعني بيرضي اثنين. ما اذا مشي في طروحات تانية واقتراحات تانية مثل ما قلتي، في هلا بل اللجنة عم تناقشوا طرح الوزير فؤاد بطرس. عم لا اقتبسنا من طرح الوزير بطرس، يعني مزج بين اكثر ونسبة. ايوه هيدا انشغل، يعني انشغل لفترة 7-8 اشهر، يعني ما فينا نقضي 7-8 اشهر نشتغل على هالموضوع. اقتبسنا منه لانه يشمل نسبي ويشمل الأكثر. من هون قلنا نحن بدل ما نقعد نفتش في هذا الطرح موجود. بالنتيجة يعني في شيء واضح، إذا النسبية مرفوضة والأكثرية لوحدة مرفوضة، كيف بدنا نوفق بين اثنين غير بالطرح؟ صحيح. من هالنوع. ولكن أي طرح بيأمن لفريق معين انه هو بياخد اكثرية ما بيمشي باللجنة، ما بيمشي وبالمجلس ما بيمشي. يعني اذا جينا نقول
نص نسبية ونص أكثر. أكثر. وانعملت الحسابات لأنه دائم في ناس عم تشتغل برا بالحسابات وبالكذا. صحيح. المكانات كلها عم تشتغل. إذا انعملت الحسابات تبين إنه بهذا الطرح تنقول فريق 8 أدار بيربح بياخد أكترية ما بيمشي القانون. أو العكس. إذا فريق 14 أدار ما بيمشي القانون. القانون اللي بده يطلع بده يطلع مبهم، نتائجه مبهمة غير معلومة. وكل طرف يفكر انه بهذا الاقتراح ممكن انه هو يحصل. هل بطرح الاكثر والنسبة واضحة النتيجة ولا مبهمة؟ لا حسب الدائرة، حسب الدوائر يعني عنده حظوظ. طب خليني اسألك سؤال عام، مش عام، بسيط. ايه. بسيط جدا. لحديت اليوم يعني حضرتك عالم مثل ما قلت هيك بمقدمة موجزة بتفاصيل وخبايا الأمور، والتقيت الرئيس بري وبتعرف اتصالات رئيس بري، هل نحن تقريبا رسينا على 60 ولو أو الدوحة خليني سميه معدل، وهدوليك كلهم ما رح يقطعوا؟ إذا من عمل شيء من هلأ لفترة وجيزة إذا ما طلع شيء، وطبعا مثل ما قلنا يعني الناس كلها عم تشتغل والرئيس بري اولهم، وبرجع بكرر انه هيدا ما راح يحل لي ازمتي واضح شو ما كان. بس اذا ما عمل شيء القانون الستين يبقى نافذ، لانه ما في اوصل انا لفراغ. يعني ما في اوصل لمرحله مثلا ما يكون في انتخابات، معناتها في فراغ، بصير في فراغ دستوري كبير بالبلد. لذلك مفروض يتاخد الإجراءات اللازمة من هلأ حتى يتبلور شيء ما يلي هو ممكن يكون قانون الدوحة يلي كانت الناس كلها راضية فيه. صحيح. ويلي جاب هذا المجلس بالذات طبعا في غبن، بيتصحح الغبن، بيتصحح بعض الدوائر فيه، بس شرط انه ما نوصل على ترمي الانتخابات وما يكون عنا ونبكي على القانون هو ذاته. لذلك فكرة، هايدي فكرة من الأفكار اللي بدها تنطرح أو مطروحة. بلكي في نية لتأجيل الانتخابات أستاذ روبين؟ ما بعتقد في نية عند حدا، ما بعتقد. البعض ينتظر مثلا ما يحصل في سوريا، أو كثر يمكن ينتظروا. الانتظار ما بعمره جاب حلول. بالسياسي أنا باعتقادي السلبية والانتظار ما بجيب حلول. يعني إذا ما أنت خطوتي خطوة ما في حلول. يعني الانتخابات حاصلة إن لم يكن بقانون جديد بالقانون الحالي ولو معدل شوي. القانون الحالي نافذ. فالأحسن أن يعدل ويكون جاهز لبينما يطلع قانون جديد. أنا هذا رأيي. طيب يعني طرح فؤاد بطرس ليش بعدكم عم تناقشوا؟ عم نناقشه لحتى نشوف إذا في مجال نلاقي أرضية مشتركة بين النسبي والأكثر مثل ما قلت لي. إيه بس إنه في شرط مجال عمليا. إيه ممكن يعني في مجال شرط بعد نلاقي. شرط إنه ما هالفريق بحساباته يطلع وربحان، ولا هالفريق بحساباته. حضرتك قاعد مع الفريقين، شو انطباعك، بيقطع ولا ما بيقطع؟ بينال أكثرية ولا ما بينال أكثرية؟ مش المشروع ككل، لا الفكرة. المزج بين الاثنين. المزج إذا انشغلت بطريقة يعني ممكن ما بقول في صعوبة كبيرة ولكن ممكن، مثل ما قلت إذا في حلول أخرى في الوان مان وان فوت حسب دوائر مصغرة، في يعني في كتير أفكار. وهذا الأشياء اللي قلتها أنه بنعمل تأهيل على المذهب والانتخاب. طيب على ماذا عن مشروع دائرة الحكومة؟ يعني في شيء مضحك بالبلد أن حكومة بتقدم مشروع، تدرس كل المشاريع باستثناء مشروع المقدم من الحكومة. لا نحن درسنا مشروع الحكومة، ما في شك بلشنا بمشروع الحكومة، بس لقينا أنه في معارضة من الكل. طيب أنه حتى اللي مقدمينه معارضينه بالضبط؟ إلا باستثناء، لا خليني يكون واضح، باستثناء حزب الله وحركة أمل أكدوا على مشروع الحكومة. أو دي أكدوا على مشروع أنه هني ملتزمين بمشروع الحكومة. مشروع الحكومة يعني جاء مثل ما بيقولوا أول شيء متأخرا جدا، وثانيا ما حل المشاكل، إجا خلق مشاكل جديدة وخاصة بالتقسيمات الإدارية اللي عاملينها. يعني مخيطته الحكومة على قياس أعضاء. هلا الحكومة هي حكومة معروفة أنه من طيار أو من ميل معين، ما رح تجي تعمل قانون يصلح
للتيار الآخر أو لفريق 14. تعالوا عادل عن قليل إنه هي قانون انتخاب، مش كل موسم انتخاب بدون يخيطوا قانون. مزبوط، هو كان مفروض ينعمل بأول 3 أشهر مثل ما كانت وعد الحكومة، مفروض كان ينعمل بأول 3 أشهر ويرسل إلى مجلس النواب، يكون معنا على القليل سنة ونص وقت لدرسه ويعني إعادة النظر فيه، والوقت بيعطي مجال. اليوم وقت بكوني محشورة بتصيري تطلعي بأفكار يمكن ما تكون الأفكار الصحيحة، وقت الواحد صحيح. بيكون مضغوط صحيح. بالوقت بيصير بده يعني خليني أقول ما يعود يفكر تفكير صحيح منطقي موضوعي متجرد إلى ما هنالك. لذلك صار لا نحن درسنا، لأنه بس مثل ما قلت لك ما كان في يعني حدا محبز هذا القانون. وبدي أقول شغلي معلش، أنا من سنة أنا رئيس لجنة تحديث القوانين، وهذه اللجنة مؤلفة من قضاة أو عاملين أو متقاعدين أغلبيتهم هني 14-15-16 هيك شيء. نحن بنجتمع كل تنين بعد دور لسوء الحظ، يعني ما فينا نجتمع أكتر بوتيري أكبر. عم تجتمعوا كل تنين؟ كل تنين بعد دور بنجتمع إلا هالتنانين هودي اللي عندي لجنة الانتخابات. من سنتين عرضت على اللجنة دراسة مجلس الشيوخ. أها. طبعا صار في تساؤلات انه هلا شو عدا ما بدا وهلا وقتها ومش وقتها وكذا، ودرسنا يعني درسنا هيكليته وهلا رح سرع فيه. ومثل ما قلت هذا موضوع فعلا ضروري طبعا متزامن مع قانون الانتخاب ومع اللامركزية الإدارية والبطاقة. إذا عملنا هالثلاث أشياء منكون بدأنا مشوار الحلول الجذرية للأزمات المتراكمة في لبنان، وإلا ما نضل نقول ننطر شو بيصير بالمنطقة وننطر شو بيصير بسوريا وكذا وإلى آخره، وهذا شيء ما بيحل مشاكل. هل تشعر أو تملك معلومات أنه الرئيس بري عم يتصل أو باتصالاته مع كل الأطراف وحتى مع تيار المستقبل طبعاً. ومع وليد بيك جملاط عم يشتغلوا على قانون الحالي أو ولو معدل لحتى تصير الانتخابات؟ يعني هذا اللي عم يشتغل عليه، لأن الرئيس بري أكيد ما عم يبحث كل الطروحات بطبيعة الحال لأنه مثل اللجنة. أكيد لا أكيد لا، بس ما عندي معلومات دقيقة أنه عم يبحثوا شيء معين. بس اللي بعرفه أنه الرئيس بري والأقطاب الآخرين على تواصل من أجل إيجاد خليني أقول أرضية مشتركة يمكن الاتفاق عليها. رئيس الجمهورية بيقول أنه إذا في حال ما حصلت الانتخابات وتمدد للمجلس كمان هو ما رح يقبل ورح يطعن أو رح يعني كمان المجلس الدستوري هون بتفسر لي بالقانون كيف بتصير الأمور إذا رفض رئيس الجمهورية التمديد لمجلس النواب؟ ما بيقدر يرفض التمديد لمجلس النواب، بمردد لحاله مجلس النواب. مجلس النواب مثل ما بتعرف في سنة 76 بس كان تمديد 4 سنين. هون إذا لا سمح الله بده يصير في شيء من هالنوع بسبب مش قانون الانتخاب، أكيد يكون أسباب أخرى، خلينا نحكي بكل صراحة، اولا اسباب امنيه، ظروف صعبه امنيه ممكن، بس ان شاء الله انه ما تصير. بالعكس نحن بدنا الانتخابات وبدنا تصير بوقتها، وهذه الانتخابات يجب ان تاتي ب طبعا حسب القانون، ولكن يجب ان تاتي بافكار جديده بفريق اخر من الشباب، ما يكون مرتبط ارتباط عضوي وجذري لا بهاي ولا بهاي. رئيس الجمهوري ما بيقدر يطعن. لا أنا برأيي إذا المجلس لأسباب مثل ما عم بقولها أمنية العذر موجود ما بيقدر يطعن. لا مجلس سيد نفسه هلا بالظرف أو بالجو اللي نحن عايشينه بنقدر نلاقي تبرير إنه الوضع الأمني هلا مثل ما هو عادي الوضع الوضع مقبول خليني أقول يعني رغم شو عم بيصير بطرابلس إلا إذا نقصت توليع البلد رغم شو عم بيصير بطرابلس وهلا يعني خليني أقول إن شاء الله إنه ما يصير شيء بس أنا مش متفائل بموضوع الأحداث اللي ممكن تحصل خلال هذه الفترة. أنا مش متفائل الحقيقة. متفائل مبني على معلومات إنه لا ممكن يصير ما عندي شيء. معلومات يعني ما عندي لا معلومات أمنية ولا معلومات غير أمنية. أنا يعني الواقع بيقول لي إنه نحن بمرحلة صعبة ونحن
في خليني أقول طور شهرين ثلاثة أربعة يلي هني صعبين كتير أمنيا وطبعا اقتصاديا وغيره، ولكن عم بحكي من الناحية الأمنية مثل ما عم نشوف مثل ما عم نقرأ ومثل ما عم نسمع موضوع كتير كتير خطير أنا برأيي. والبلد لذلك عم نقول البلد إذا ما كان في ثوابت وطنية متفقين عليها حد أدنى من ثوابت وطنية، وهذا شيء مش موجود لسوء الحظ، لذلك عم بقول الشراكة هي الأساس، الميثاق هو الأساس، العقد الميثاقي الوطني هو الأساس. إذا مش متفقين على حدوده طبعا وين الوطن؟ أستاذ روبير، بالأسبوع المقبل الإليزي رح تستقبل شخصيات لبنانية بينهم الرئيس أمين الجميل والنائب وليد جملاط ويمكن يكون في غيرهم. لا، هل بدأت التدخلات الخارجية فيما خص الانتخابات بلبنان؟ لا أعتقد ذلك ولا أتمنى ذلك. التدخلات الخارجية هي لموضوع يكون يمكن أكبر من قصة الانتخابات. أنا ما بقبل حتى لو دعيت، أنا ما بقبل مين ما كان يكون يقول لي شو لازم أعمل بالانتخابات وأي قانون لازم أمشي، وما حدا بيقدر يفرض علي قانون بالنتيجة، لأنه أنا بعرف مصلحتي ومصلحة بلدي أكثر من أي شخص آخر وخاصة أجنبي. لذلك أنا بعتقد أنه هاللقاءات اللي بدها تصير أو عم بتصير هي نوع من دعم للحوار الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية والذي أصر عليه، هي للحوار ولتبني أرضية مشتركة في المشاكل اللبنانية وليس في قانون الانتخاب. ما بيتدخلوا بقانون الانتخاب مثل ما بعرف أنا، لا الفرنسوية ولا غيرهم بيتدخل بقانون الانتخاب. يمكن بيصروا على إجراء الانتخابات أو احترام المواعيد الدستورية، احترام المواعيد، البدء بحوار أو يعني بيشجعوا على الحوار في ظل ما يدعو إليه رئيس الجمهورية، وبالتالي أنه هو الحوار ممكن يؤدي إلى نتائج بتحل المشاكل، يعني مثل مشكلة المطروحة على الحوار وهي مشكلة السلاح. إيه طبعا السلاح مهم، ولكن الأهم من السلاح هو من يحمل السلاح. يعني بنرجع اللي قلته، مطلوب مبادرة من حزب الله. طبعا طبعا. سؤال أخير، بين تأجيل الانتخابات إلى حين الوصول إلى قانون، خليني أسميه مثالي وإن ما في شيء مثالي، وبين إجراء وفق القانون السائد ولو كان غير مرضى عنه، يعني أيهما بتفضل حضرتك؟ لا بفضل هلأ ينعمل، إذا بفضل ينعمل الانتخابات بموعيده بالقانون اللي بيكون موجود، أكان قانون جديد أو طرح جديد أو أفكار مقتبسة من هون ومن هون، من أنه نأجل الانتخابات ونقول بعدين منشوف، لأنه بدنا نعمل رزمة كذا، هاي الرزمة بدها تكون متزامنة مع الانتخابات، وأصبح الوقت اليوم حرج ما بقى فينا نعمل هذه الرزمة اللي عم بحكي عنها يلي هي خطوة نحو حل أزمتنا الميثاقية الوطنية. هيدي بدها مجلس جديد هو يخدها بعين الاعتبار. يعني هي يمكن أول مرة يصاغ مشروع قانون كما قيل باللا وصاية، يعني مزبوط. يبدو أنه عشان هيك في صعوبات، في صعوبات، بس كمان شيء مخيب للأمال أنه صحيح أنه نادوا بخروج الأجانب ولكن ما قادرين يحكموا. هل هي عادة تعودناها أنه شو بيقولوا لنا بنعمل؟ لا إن شاء الله لا. أنا بتمنى أنه نقدر نتوصل لنعمل انتخابات بأي قانون يكون مقبول، الأفضل هو القانون الأفضل اللي بيمثل تمثيل صحيح وبيكون عادل للكل، وإذا لم نتوصل إلى هذا القانون بالقانون المقبول بالقانون الساعة بالممكن مثل ما بيقول، من أنه نجي نقول لا من أجل الانتخابات، لا سمح الله، لا لا تؤجل الانتخابات بسبب قانون انتخاب، تؤجل الانتخابات لأسباب أخرى ومنها طبعا الأسباب الأمنية، وإن شاء الله ما تصير. وإن شاء الله ما تصير. أستاذ روبير غانم بدي أشكر حضورك معنا. مشاهدينا شكرا للمتابعة لك. تابعوا دائما آخر الأخبار عبر صفحاتنا MTV Lebanon News على تويتر، MTV Lebanon على فيسبوك، وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. إلى اللقاء.